بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي طلبة الصف الثاني المتوسط، وأهلا بكم في الدرس الثالث. اليوم عندنا lesson 3 of unit 1 اللي هو عنوانه an interview. an interview مقابلة. طبعا بعد ما نشرح الدرس إن شاء الله راح نعرف إنه هاي الانترفيو المقابلة اللي راح يخلوها بالمجلة، لأن إحنا قلنا من أحد أقسام المجلة هي interview المقابلة. فهسه هنا نجي يقول this is the student's first interview، هذه مقابلة الطلاب الأولى for their magazine لمجلتهم. read it اقرأها and find words وجد كلمات that mean the following التي تعني الكلمات التالية أو التي تحمل معاني الكلمات التالية. فهنا مطيني أربع كلمات أو أربع مصطلحات ويريد مني ألقى مرادفات ذول المصطلحات بالانترفيو بالمقابلة اللي راح نقراها. فعنوان المقابلة Meet a local personality، اللقاء بشخصية محلية. Meet a local personality. يقول this month، هذا الشهر، we talk to Jack James، نحن تحدثنا إلى جاك جيمس. من هو هذا جاك جيمس؟ He runs Pisa Coppin. هو يدير runs، هنا معناها يدير مو يركض. He runs Pisa Coppin. هو يدير كشك للبيتزا أو محل صغير يعني. The well-known Italian takeaway، المطعم الإيطالي المعروف أو المطعم الإيطالي الشهير. طبعا takeaway هنا معناها مطعم للأكلات السريعة. And cafe ومقهى in the high street، في الشارع الرئيسي. I'm sure، أنا متأكد. We've all been there، نحن جميعا زرنا هذا المكان. Many times، العديد من المرات. With our families، مع عوائلنا. فهسه خلينا نجي للسؤال الأول الموجود بالانترفيو المقابلة. السؤال الأول How long have you worked at Pisa Coppin Mr. James؟ منذ متى وأنت تعمل في محل البيتزا يا مستر جيمس؟ فيقول مستر جيمس I've worked in the cafe، أنا أعمل في المقهى for 10 years، منذ 10 سنوات. But I've lived in Ashby، لكنني أعيش في Ashby since I was born، منذ أن ولدت. Do you enjoy your work؟ هل تستمتع بعملك؟ I enjoy some parts of my work، أنا أستمتع ببعض أجزاء عملي. I don't enjoy cleaning up، أنا لا أستمتع بالتنظيف. When the cafe closes، عندما تغلق الكافيه. What do you like doing at your spare time؟ ما الذي تود عمله في وقت الفراغ؟ I love painting، أنا أحب الرسم. What things do you dislike doing؟ ما هي الأشياء التي لا تحب عملها؟ I don't like washing up، أنا لا أحب غسل الأواني. I have to do that، يجب أن أعمل هذا at work، في العمل. And I hate gardening، وأنا أكره الاهتمام بالحدائق. It's very hard work، إنه عمل شاق أو صعب. But we have a beautiful garden، لكننا نملك حديقة جميلة. Because my wife loves gardening، لأن زوجتي تحب الاهتمام بالحدائق. What kind of people do you like and dislike؟ أي نوع من الناس تحب وأي نوع تكره؟ I really like people who are polite، أنا حقا أحب الناس المؤدبين. And ask for things nicely، والذين يسألون عن الأشياء أو الذين يطلبون الأشياء بلطف. I don't like people، أنا لا أحب الناس who are impolite and shout، الغير مؤدبين والذين يصرخون أو يعلون أصواتهم. What is your favorite food؟ ما هو طعامك المفضل؟ Italian food of course، الطعام الإيطالي طبعا. Peas and pasta. But I also like some English food، لكنني أيضا أحب بعض الطعام الإنجليزي. Like fish and chips، كالسمك والشيبس. What's your favorite TV program؟ ما هو برنامجك التلفزيوني المفضل؟ I watch all programs about cooking،
أنا أشاهد كل البرامج الخاصة بالطبخ. My favorite one, برنامجي المفضل, is a taste of the sea, هو مذاق البحر. I always learn something. أنا دائما أتعلم شيئا ما. Do you have any suggestions for making the town better? هل لديك أي اقتراحات لجعل المدينة أفضل؟ There are too many cars in the town center. هنالك الكثير من السيارات في مركز المدينة. Why don't they build a ring road? لما لا يبنون طريقا حلقيا؟ هسه بعد ما شفنا الانترفيو المقابلة اللي صارت بين الستودنتس الطلاب ومستر جاك جيمس اللي هو اللي يشتغل بالكافيه أو مقهى أو محل البيزا. نجي هنا جوا عندي قايل لي now answer the questions in your activity book. الآن أجب على الأسئلة الموجودة بكتاب النشاط. طبعا ذن الأسئلة مهمات جدا, هنا ذن الأسئلة راح يجن بالامتحان, راح أحلهن لكم بالنشاط, تأكدون عليهن لأن هنا ذن الأسئلة اللي يجن بالامتحان. قبل ما نحل ذن التمارين خل نجي للفقرة بالبداية اللي عفناها اللي هي ذول الأربع مصطلحات اللي هنا اللي قال لنا أريد تلقالها المرادفات من خلال الانترفيو, من خلال المقابلة اللي راح تقراها. فأول كلمة عندنا اللي هي famous. famous معناها مشهور أو معروف, مشهور أو معروف. فبالانترفيو لقينا مرادف إلها اللي هو well known, فهذا مرادف للكلمة الأولى. الثانية the opposite of to like, معاكس ل to like معناها يحب, معاكس إلها اللي هو شنو dislike, وأيضا لقيناها بأكثر من مكان بالانترفيو. 3 the opposite of polite, معاكس كلمة polite اللي هي مؤدب, معاكس كلمة مؤدب اللي هي شنو impolite, غير مؤدب, وأيضا لقيناها بالانترفيو. A road round the town, طريق حول المدينة. A road round the town, طريق حول المدينة اللي هو مقترح مستر جاك جيمس ليحل الازدحامات الموجودة بالمدينة أو بمركز المدينة اللي هو Ring Road. Ring Road الطريق الحلقي. هذا كل ما يتعلق بلسن 3 of unit 1 الدرس الثالث الوحدة الأولى. أشوفكم إن شاء الله في دروس قادمة.